سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات هي عالقة في قناة السويس، والسبب جنوح سفينة بحجم ناطحة سحاب. سفينة إيفرغرين حرفت يوم الثلاثاء عن مسارها بفعل الرياح القوية، ما تسبب بدخول كميات كبيرة من المياه داخلها وتوقفها عن الحركة. تسبب ذلك بتعطل 150 سفينة موجودة بالقرب من بورسعيد على البحر المتوسط وميناء السويس على البحر الأحمر، وأخرى في مجرى القناة في البحيرات لا زالت تنتظر تخليص سفينة وعبور الممر المائي. دعونا إذن نستعرض سويا الطريقة المتبعة في التعامل مع هذه الحالات. بداية، تقوم الجرافات بإزالة الطمي حول السفينة الضخمة والتي يقدر طولها بنحو 400 متر وعرضها ب 59 مترا. في ذات الأثناء تقوم الزوارق بسحب الموجودة على جانبي السفينة بدفعها برفق في محاولة لإكسابها قوة دافعة. أيضا في المقدمة تعمل جرافة واحدة على الأقل بالحفر في الضفاف الرملية للقناة لإفساح الطريق أمام السفينة، بينما يتم عكس اتجاه سفن الشحن الموجودة خلف إيفرغرين لإخلاء هذه القناة، وسيتم عمل نفس الشيء مع السفينة حال تخليصها، فيما تتجنب السلطات تفريغ الحاويات من السفينة المقدر عددها بعشرين ألفاً، لأن ذلك سيستغرق أياماً وهو الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه. بالنسبة لسفينة إيفرغرين، هذه ليست الحادثة الأولى. فعام 2019 صدمت بعبارة صغيرة راسية في نهر بمدينة هامبورغ الألمانية الساحلية، وقد قدرت مجلة الشحن لويدز ليست أن كل يوم يتم فيه إغلاق قناة السويس يعطل أكثر من 9 مليارات دولار من البضائع المفترض أن تمر عبر الممر المائي. إلى هذا العجل، دفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة خامسة أطلقت باتجاه خميس مشيط،